كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. أهلا فيكم ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم المباشرة من برنامجكم الطبي والصحي الأسبوعي كيف الصحة. الليلة موضوعنا عن دوال الساقين، وبنناقش من خلال ثلاثة محاور مثل ما عودناكم في كل حلقة. في المحور الأول نتكلم عن دوال الساقين، أسبابها وأعراضها، وفي المحور الثاني بنخصصها لنصائح للمرأة الحامل التي تعاني من هذه المشكلة المرضية، وأما في المحور الأخير فبنتكلم عن العلاجات المختلفة. حلقتنا اليوم مهمة جدا جدا، خليك. دوال الساقين، ما هي دوال الساقين؟ إذا حبينا نعرفها ممكن نقول حالة مرضية شائعة تزيد فرص حدوثها مع التقدم في السن نتيجة ضعف في جدران الأوردة بسبب خلل في الهرمونات المكونة لها، ونعني بالذكر هنا بروتين الكولاجين وبروتين الإلستين. كما يلعب العامل الوراثي دور كبير في الإصابة بدوالي الساقين. طبعا معلومات كثيرة نتكلم في هذا الموضوع والناقشة، بس عقب هذا التقرير خلينا نتابعه بعض. الساقين هي حالة مرضية شائعة تنتج عن تلف مجموعة من الصمامات في الأوردة، مما يمنع دفع الدم إلى أعلى، وهي عبارة عن عروق زرقاء بارزة مصاحبة بعقد في الساق. ومن أعراض الدوالي الإحساس بالألم والثقل في الساق مع حدوث بعض التورم في الكاحل والقدم، وتزداد هذه الآلام عند الوقوف لفترات طويلة. وتتمثل المضاعفات الأخرى في تغير لون الجلد وتكون تقرحات ملتهبة ونازفة، فضلا عن احتمال تكون جلطات في الأوردة المنتفخة. مشاهدينا خلونا نبدأ حلقتنا اليوم، وطبعا بداية تكون بالترحيب بضيوفنا، ونرحب بالدكتور أمين الطاهر استشاري جراحة الأوعية الدموية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، والحاصل على بورد كلية الزمالة ببريطانيا لجراحة الأوعية الدموية. كما نرحب بالدكتور ياسر سليمان استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المفرق، والحاصل على البورد الأمريكي في جراحة الأوعية الدموية. خلونا نبدأ حلقتنا ونرحب فيكم ضيوفنا. كيف الصحة اليوم؟ طبعا حلقتنا اليوم مهمة جدا، وأنا متأكدة كثير من النساء قاعدين يتابعونها بسبب انتشار هذه المشكلة، مشكلة دوالي الساقين. يعني احنا ما نقدر نقول أيضا أن مرض دوالي الساقين، لأن بسبب انتشاره يعني الناس صار عندهم اطلاع أكثر عليه ومعرفة بهذا المرض أو هذه المشكلة. في البداية لو سألت قبل أن نعرف، يعني دوال الساقين يصيب الرجال والنساء ولا بس النساء؟ لأن عادة النساء هم اللي يعانون منه أكثر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخت سرية استضافتك في هذا البرنامج. إن شاء الله نكون على حسن ظن المشاهدين بإجابة على قدر المستطاع على أسئلتهم، ونحاول إذا في إن شاء الله أكيد. يعني قبل ما نبتدي في الإجابة على السؤال، إنه بدار أوري إنه نحن باسكلر سيرجري، يعني الأوردة والشرايين هي بتعني إيه بالضبط؟ نعم. يعني الأوعية والشرايين، القلب مضخة كبيرة جدا بيقوم بضخ الدم في كل أنحاء الجسم عن طريق الشرايين، وبتقوم أي محلة في الجسم لازم يصلها الدم، لأنه لازم يصلها الغذاء والأكسجين. أكيد. فإذا ما وصلها الغذاء والأكسجين تبقى في مشكلة كبيرة جدا. الشرايين بدورها بتشيل الدم من المناطق هذه وتوصلها للقلب على أساس أنه تبدأ الدورة مرة أخرى. ونحن اليوم بنتكلم عن الدوالي اللي هي في المقام الأول عن الأوردة. نعم، لأن بسألك دكتور أيضا، يعني في شرايين في أوردة، فشو الفرق بين الشريان
والوريد. الوريد هو اللي يكون أصغر، يكون أيوة فرعي، زي ما واضح أنه عشان الـ 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 الشريان هو تحت مضخة القلب، ومضخة القلب مضخة قوية جدا، وهي العضلة الوحيدة اللي بتنبض من ما البني آدم في الجنين في بطن أمه لغاية ما يموت، هي بتضخ على طول. عشان كده الشرايين لازم تكون العضلات بتاعتها قوية جدا عشان تستحمل الضغط العالي. الضغط العالي مرات بيكون أدناه 120 على 180، وده ضغط عالي جدا. الشرايين هي بتوصل الدم للقلب. نعم. عشان كده فيها عضلات قوية وهي بتوصل الدم لكل أنحاء. والفرق في الأوردة، والأوردة بتكون عكسها لأنه الضغط بيكون فيها ما عالي. نعم. فبتكون يعني ما عليها قوة كبيرة وما عليها ضغط عالي، لأنه الضغط فيها بيكون تقريبا على 5 يعني مليمتر بتاع الزئبق، وما بتكون عالية، عشان كده جدارها بيكون ضعيف. وهل الأوردة منتشرة في الجسم أكثر من الشرايين؟ إذا بغير نسأل. عدد الأوردة أكبر من الشرايين، لكن يعني والأوردة هي الظاهر على الجلد. الشرايين دائما تكون أعمق، غير مرئية يعني، غير مرئية. في شرايين بسيطة نقدر نحس النبض فيها في منطقة الريست أو في عند الرقبة أو منطقة الكاحل، أما الأوردة ما فيها نبض، وتعتمد على مجرى الدم فيها، يعني يعتمد على ضخ عضلات الساقين مثلا في الأرجل. يعني فكما تفضل دكتور أمين، ما في مضخة غير عضلات الجسم نفسها وليس القلب، وفيها صمامات تمنع ارتجاع الدم. نعم. الإنسان يكون في وضع الوقوف، الجاذبية تمنع الدم أنه يصعد، لكن عضلات الساق تضخ الدم، والصمامات داخل الأوردة تمنع ارتجاع الدم مرة أخرى. وده مفهوم مهم أكيد، لأنه هو سلامة الأوردة من سلامة الصمامات الموجودة فيها، ومن حركة المضخة الدائمة اللي هي بالحركة والمشي والرياضة. نعم، يعني تشكرون صراحة، أعطيتونا نبذة عن الشرايين والأوردة، وهذا مدخل حق موضوعنا اليوم اللي هو دوال الساقين اللي هي في الأوردة. يعني هذه المشكلة تصيب الأوردة الدموية الموجودة في الساقين. ولحين ما جاوبتوا على سؤالي، هل الرجال يصابون بها أيضا؟ لأن دائما هالمشاكل تأتي أو من النساء. هي أسباب يعني الاثنين يصابون بها. قبل أن أعرفها، لكن ما عرفنا حق مشاهدينا ما هي دوال الساقين. الرجال والنساء يصابون بها، بس النساء بطريقة أكثر. أكثر. لأنه زي ما أنت تفضلت في التقرير بتاع إنه في الهرمونات النسوية في فترة الحمل بيكون في ضغط من الجنين على الأوردة في الحوض. نعم. اللي هي دي بطريقة غير مباشرة بتأثر على الأوردة الموجودة في الساق. وزي ما تفضل دكتور ياسر انه ذكر الصمامات بتلعب دور اساسيه جدا، فالضغط من الجنين الموجود في جدار الحوض ممكن يضعف الصمام اكثر واكثر. لكن في الحقيقه العلميه المثبته انه يعني 90% من الدوالي ما حد يعرف اسبابها، 90%. بس الوراثه تلعب دور كبير. بس يعني طبعا لوحظ كثيرا انه الوراثه لها دور، الحمل له دور، مثلا الوظيفه اللي هي ممكن تكون يعني خصوصاً لفترات طويلة زي الجراحين. نعم. أو يكون مثلاً زي المدرسين والباعة في المحلات، والباعة يعني بيقفوا فترات طويلة جداً. نعم. وبرضو زي ما ذكرت عندها علاقة بأنه بتضعف الجدار بتاع الأوردة الهرمونات الأنثوية. نعم. طيب إذا تكلمنا عن دوال الساقين بما يعني بمفهومنا إحنا واللي نشوفه دائماً، نشوف هذه الأوردة اللي تبين على سطح الساق وتكون في لون أحمر، في لون أزرق، وبعضها يكون واضح جدا يعني في بروز، وبعضها ما يكون في بروز. فإذا تكلمنا عن هذه المشكلة، ليش تظهر بهذا الشكل؟ ليش الوريد صار يظهر بشكل أوضح وشكل منتشر على الرجل؟ فإذا بديت مع الدكتور. أولا تعريف الدوالي، ما كل وريد ظاهر أو بارز هو دوالي. نعم. يعني إذا نظر كل إنسان إلى يعني هذه المنطقة بيجد أنه في بعض العروق الظاهرة، لكن دي مش دوالي. الدوالي تعريفه أنه وريد ظاهر وبارز ومتمدد ومتعرج، لازم يكون في كل الصفات دي. في هذه الصفات. نعم. ثلاثة. إذا غير متعرج وغير متمدد فليس دوالي. ففي دوالي في طبقات مختلفة من الجلد، في دوالي سطحية وفي دوالي أعمق شوية، بيعتمد أيهما يتمدد فشكله بيختلف بالتالي. لأنه إذا تمددت الأفرع الصغيرة
يكون شكلها مختلف إذا تمدد الدواء الأوردة الأكبر حجما والأعمق لونه يختلف وحجمه يختلف. نعم فده بيجيبنا للشعيرات والدوالي. الشعيرات الدموية اللي يسمها spider veins يدي شكلها عنكبوتية. عنكبوتية نعم. دي بتكون سطحية جدا بيكون لونها أحمر إلى ازرقاق بسيط. صحيح. وبيكون حجمها أقل من مليمتر. نعم. من مليمتر إلى 3 مليمتر نسميها دوالي صغيرة، من أكبر من 3 مليمتر دوالي كبيرة. وأسبابها شوي بتختلف. الشعيرات الدموية ما غير مرتبطة عادة بالارتجاع في الوريد السافن السافنس فين. أما الدوالي الكبيرة الموجودة تحت الجلد وحجمها أكبر عادة ترتبط بالارتجاع في الوريد السافن أو في بعض الصمامات. وهنا تختلف أعراضها مثل ما ذكر الدكتور في هذه مثل نسيج العنكبوت بالضبط يبين في الرجل في الساق ويسبب قد لا يسبب ألم كثر ما يسبب إحراج بالنسبة للمرأة. طبعا نتكلم أكثر في أو خلنا نسأل الحين إذا سألنا عن الفرق في إحساس الشخص به، يعني إذا سألنا هل دوالي الساقين فيها ألم، هل الشخص يشعر بالألم مع تمدد وهذه الأوردة والله أنا عايز أثبت يعني حقيقة علمية إنه الوريد من الداخل ما فيه أي خلايا عصبية، يعني الوريد من الداخل حتى في طرق العلاج نحن بنخوض فيه مادة بتسكره، حتى المريض ممكن ما يكون يعني مبنج بنجي كامل. أو نعمل مثلا تردد حراري، والتردد الحراري يعني فيه درجة حرارة أكثر من 120 حنتكلم عنه في العلاج بعدين في المحور بس الأخير. أنا عايز أوري أنه الدوالي ذاتها ما فيها خلايا عصبية. نعم. فما في والخاصية الوحيدة الخاصية الوحيدة اللي هي ممكن تنتج عنها الألم بنسميها عدم راحة، اللي هي خاصية الانتفاخ، يعني بمجرد ما الدم الصمام مفروض يودي الدم في اتجاه القلب وما يجي راجع، فمجرد الوريد بقى بطريقة منتفخة بيسبب عدم راحة. نعم. فنحن لابد نكون في من ناحية سريرية يعني واضحين بالنسبة لهذه النقطة. أكيد يعني. أكيد نتكلم أيضا في هذه النقطة، بس عندنا أول اتصال في حلقتنا اليوم ناخذه ويا بعض. عندنا العنود من السعودية. يا هلا. السلام عليكم. ألو. يا هلا فيك معنا في كيف الصحة. أيوة أهلا. يا هلا تفضلي. بس عندي سؤال حبيت أسأل الدكتور. نعم تفضلي. عندي مشكلة في الرجل اليمنى ورحت كذا الدكتور، قالوا لي أنه عندي مشكلة في الدوالي في العروس، أنه في تضيق في الشرايين. نعم. فبعد فترة رحت دكتور ثاني في ألمانيا وبعدين قالوا لي أنه عندي مشكلة اللي هي روماتيزم. نعم. فما أدري أنا حابة أسأل يعني هي أعراض الدوالي نفس الروماتيزم؟ نعم. عنود خليك معنا شوي على الخط بس تشوف الدكاترة هل في أي استفسار حابين تعرفونه من العنود على أساس نعطيها فكرة أوسع. طبعا التشخيص صعب جدا من خلال الهاتف بس على أساس نعطيها فكرة أو صورة، فهل في أي سؤال نأخذه من أخت العنود؟ الدوالي تصيب الأوردة ففي تناقض بين يعني نعم يعني هل الآلام توقظك في نصف الليل ما تقدري تمشي على رجلك بسبب الآلام، أم هو ألم أشبه بالتعب على آخر اليوم؟ شوف بصراحة هو بشكل يعني يومي تمام، بس يشد عندي ما أدري تجيني كذا فترات تشد، يعني ما أدري إذا وقفت كثير أو مثلا إذا كنت رايح العمل، بس ماني عارفة بالضبط أنا يعني إيش مشكلتي بالضبط، لدرجة أنه الرجلين تصير تتفخ من عند القدم تمام؟ نعم. والعروق تصير باردة، يعني حتى عندي عروق شفتها من خلال الصور لكن أنا يعني أخف بشوي. بس تشبهها؟ كيف؟ تشبه الصور اللي عرضناها؟ إيه بس أنه أخف بشوي يعني مو للدرجة اللي أنا شفتها عندكم. بس أخف لكن عندي زي الانتفاخات عند القدم من تحت تمام؟ نعم نعم يا العنود وصل سؤالك وصل سؤالك وما عليك شر إن شاء الله، وطبعا التشخيص صعب جدا بس بنحاول مع ضيوفنا ودكاترتنا أن نقول الفرق بين الروماتيزم والدوالي هل يتشابهون يعني في أعراض معينة؟
زي ما ذكرنا أنه الدوالي مرض منتشر جدا. نعم نعم. وآلام الساقين والأرجل منتشر جدا، فكثير ما يتطابق في نفس المريض دوالي لا تتسبب في أي أعراض وآلام في الأرجل ناتجة من مرض مختلف. فلابد من الكلينيكال هيستوري، التاريخ المرضي، التاريخ المرضي. وغالبية الحالات بتتشخص بالتاريخ المرضي، هل الألم ناتج من الدوالي أم لا. فأنا حاب يعني أوضح آلام الدوالي. آلام الدوالي غير حادة، نعم، وما تمنع المريض من الحركة، نعم، وما توقظه في نصف الليل. آلام أشبه بالتعب في عضلة الساق، بس ما تقدر تحدد وين الألم، ما الألم، أيوة، ما في نقطة محددة. عموم عضلة الساق بيحصل فيها إحساس شديد بالتعب، أحيانا بعض الألم ليس حاد على آخر اليوم، بيتحسن لما المريض يرفع أرجله، وبيتحسن لما يلبس الشرابات القابضة وبنجي لديه. أكيد بنتكلم عنها. نعم. الآلام اللي بتبدأ في الظهر وتنزل الرجل أو تتمركز حول المفصل في الغالب ما مرتبطة بالدوالي. نعم. فقد يكون أن الأخت المتصلة تعاني من الروماتيزم في نفس الوقت عندها دوالي. نعم. فتكون مشكلتين. وده غالبية الحالات. وغالبية الحالات. ممكن، بس في طريقة ذكية نعم. جدا إن تعرف زي ما عرفنا إنه الدوالي بتسبب الأعراض بتاعتها بخاصية الانتفاخ. وخاصية الانتفاخ بتلقى بالجوارب الضاغطة. فإذا الجوارب الضاغطة ما ساعدت الألم، معناها الألم يكون من الروماتيزم. إذا ضوارب الضغط ساعدت الألم، ده بالتأكيد إنه الدوالي لها ضلع في الموضوع، لأنه هي خصوصاً شرحت إن عندها يعني تورم في الرجلين، واحتمال يكون عندها عروق زهرة، فاحتمال يكون في 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 في. فننصحها إنها تجرب هذه الجوارب الضاغطة لفترة، وإذا خف الانتفاخ برضو بننصحها إنها تقابل الطبيب. هذا أول شيء. أول شيء دائماً أتوجه إلى الطبيب في هذه الحالات. وعندنا أيضاً اتصال ثاني نأخذه يا بعض. هذه المرة عندنا من السودان. يا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك، تفضلي. مرحب بكم وشكرا جزيلا يعني لاستضافة اخواننا السودانيين، دي مفخرة لنا احنا السودان، واحنا سعيدين بوجودهم ايضا. عن الدكتور امين مرغني عن علاج الدوالي دي، يعني اصبح كان عطانا هنا الدكتور في السودان مرهم على أساس إنه يقلل من ظهوره، لكن للأسف أصبح بصورة متزايدة بالذات في منطقة الركبة وأسفل الساق. فإذا تفضلتم يعني ممكن يورينا طرق العلاج بصورة أفضل، وحيث إنه في علاج وما في. أكيد أكيد. شكرا جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا لك. وأكيد عندنا المحور الأخير والثالث نتكلم فيه عن علاجات كثيرة ومختلفة، ونعطي التفاصيل في هذا الموضوع. فياريت للتابعين يا أختي وفاء لين نهاية الحلقة، لين المحور الثالث، وإن شاء الله بنناقش العلاجات. طبعا احنا عندنا وقفة أولى مع الفاصل، وموضوعنا بعد عندنا أسئلة كثيرة، وعندنا أيضا اتصالات كثيرة، فراجعين عقب الفاصل. نصايح للمرأة الحامل التي تعاني من دوالي الساقين، راجعين لكم. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. في حلقة مجالس لهذا الأسبوع، مجلس خلفان الكندي. السياسة العامة للحكومة في مجال الإسكان، توفير المسكن الملائم للمواطن، سوى بيت يقول 2 مليون أنا أبغى أحسن منه. أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يرجعون للبيوت القديمة ويعدلون من فيها. أنا رئيس الجامعة ساكن في بيت 1 بيتروم. اليوم في بذخ غير عادي في الأعراس يصير. الجانب التربوي ما ياخذ الجانب الأكبر في حياة الطفل أو الشاب. توك مشتغل شاري سيارة بنص مليون درهم، قال لي أنا ما اشتريت سيارة بنص مليون درهم،
أنا اشتريت احترام الناس بنص مليون درهم. حابة تكونين أنت أكثر بركة فكوني أقل مهراً. العالم كلها تفتخر وأنت وين من الإمارات؟ هذه العيال زايد معروفين. مجالس الأحد 10 مساءً على قناة أبوظبي الإمارات. عملي هو أفضل عمل في العالم، وأنا وأبي من أهم تجار الأسلحة التاريخية على وجه الأرض. $40,000. المشكلة الوحيدة هي أبي ألكسندر يحب ابتياع الأسلحة. لقد نجحنا. ثم يريد بيعها. لا لا. كيف أدير هذا العمل؟ عندما تتعلق أعمالك بالسلاح توقع نيران صديقة. أسلحة العائلة سلسلة جديدة كل أحد على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي. سلطان، ليش مو بيالس ويا الشباب؟ فيني صداع ويتكرر وايد هالأيام. انزين، دام انه يتكرر وايد لازم تصير للدكتور وتاخذ رايه. هي والله، بس ليش اتعب عمري واحجز عند الدكتور؟ احسن شيء الطواري. بس يا سلطان، انت حالتك ما تستاهل انك تصير الطواري. الطواري هذه حق الحالات الحرجة اللي ما تتحمل تتريى لين ما تقابل الدكتور، نفس الازمات القلبية وحالات الولادة المفاجئة او بعيد الشر الحوادث، الحالات الحرجة فقط. هي انزين فهمت، بس شو بيستوي في الدنيا لو شافوني انا بعد؟ بتاخذ وقت واهتمام ممكن يكون يستحقه مريض غيرك بين الحياة والموت. سعيد ميود وايد تعبان، بنوصل الطواري. اكيد، يلا انزين، بنصير اقرب مستشفى. شو انزين، ليش ما اخذتني هنا الطواري؟ هذا وانا ولد عمك وتقول لي الطواري مال الحالات الحرجة عقب تصير ويا مايد؟ بس الله يهديك يا سلطان، الطواري حق المريض اللي تعب فجأة وحالته تكون حرجة، ماشى دكتور في الليل. الصحة ترى غالية وايد. صحتك حياتك. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. أهلا فيكم مشاهدين مجددا. وينصح الأطباء المصابين بدوالي الساقين باتباع بعض التعليمات الصحية التي ممكن تساعد في عدم تفاقم الحالة اللي عندهم، وإليكم هذه النصائح، خلنا نتابعها ويا بعض. الأطباء المصابين بدوالي الساقين باتباع جملة من القواعد الصحية لتجنب تفاقم الحالة، وهي كالآتي: تحريك القدمين باستمرار خاصة أثناء الجلوس الطويل حيث تساعد هذه العملية في دفع الدم إلى أعلى، تجنب الوقوف لفترات طويلة والاستعادة عنه بالمشي ولو في المكان ذاته، المواظبة على ارتداء جوارب طبية مرنة وداعمة للساقين تمتد من الكاحلين إلى ما فوق الركبة، اتباع نظام غذائي سليم يعمل على الوقاية من السمنة، ثم أخيرا تجنب ارتداء الكعب العالي والملابس الضيقة على الساق والفخذ. نعم، دائما يمكن هذه النصائح الصغيرة والخفيفة ممكن تفيد كثير من الأشخاص اللي يعانون من دوالي الساقين. يمكن تحت الهواء كنت قاعدة أسألكم، لأن شفنا الصور كانت في التقرير لبعض الدوالي اللي شوي كانت كبيرة وواضحة وانتفاخاتها كبيرة، فسألتكم كيف تصنفون، خاصة لأن سؤالي يتعلق بالتشخيص، إذا ياكم شخص ياتكم امرأة تعاني من هذه المشكلة وحبة التشخيص المناسب، فهذه الانتفاخات الكبيرة تحت شو تسمونها أو بما تصنفونها؟ التشخيص عادة بيكون إما دوالي وإما شعيرات عنكبوتية. نعم. ده التشخيص المبدئي، هل عنده أعراض أم بدون أعراض، هل متصاحبة مع مضاعفات أم بدون مضاعفات، وبالتالي بناء على التصنيف المريض، هل عنده شعيرات دموية أو شعيرات عنكبوتية، دوالي صغيرة أو كبيرة بدون أعراض أو مصاحبة بأعراض أو
وجود أو عدم وجود المضاعفات. بعد كده العلاج بيصمم على التصنيف. نعم. نحن متكلمين على الدوالي المتسببة في أعراض، هي اللي بننصح فيها بالعلاج. العلاج في البداية بيكون نصائح اللي قدمتوها في الفيديو كليب، الرياضة، تخفيف الوزن، رفع الأرجل، والشرابات القابضة. نعم. وفي حالات معينة بننصح بالعلاج بإزالة الدوالي، وفي طرق عديدة. نعم. يعني في التشخيص، في ثلاثة أنواع، اللي هي العنكبوتية والصغيرة والكبيرة. نعم. نعم، حسب المضاعفات اللي تصير. بس العنكبوتية ما فيها ألم مثل ما ذكرنا، والصغيرة قد تصاحبها. العنكبوتية ممكن تعمل يعني تعمل حرقان وتعمل أكولة وتعمل حكة، وممكن يعني يكون شكلها غير مرغوب فيه، وخصوصا إذا بدأ فيها التهابات. يعني دي الوقت الوحيد الدوالي ممكن تعمل فيه آلام حادة، لما يكون فيها التهابات. في مرات بيحصل يعني أعراض نعم، يمكن عندنا أيضا صورة قاعدين نشوفها. نعم دكتور. بنسميها ثرومبوفليبايتس، اللي هي التهاب الوريد السطحي الحاد، وده ما التهاب بكتيري، ده التهاب كيمائي، لأنه في جلطة حصلت في الوريد السطحي، والجلطة في الوريد السطحي دي جلطة حميدة جدا، ما بتصل للرئة ولا بتاع. الجلطة الخطرة هي في الوريد العميق. فالجلطة في الوريد السطحي يعني ممكن تعمل آلام، يعني حتى ممكن العيانين يكونوا أسبوعين ما قادرين يتحرك، ولا من تحصل السرومب. الصورة اللي تشوفها دكتور شو هي بالضبط؟ يعني شو ممكن نقول؟ في تقرح صغير على مفصل الكاحل، وفي تغير في لون الجلد. صح. نعم. دي ممكن تكون من مضاعفات الدوالي. الدوالي. نعم. نعم. لأن بدأت في تغيرات جلدية، دي معناها بنسميها فينس هايبرتنشن، اللي هو وريد ضغط وريدي عالي. ضغط وريد عالي معناها الصمام ما قادر يعني يودي الدم تجاه القلب، بيقوم بيرجع على الدوالي. دي مشكلة كبيرة. ودي بيخلي الدم بيطلع من خدار الجدران وبيعمل المشاكل حوالين الجلد. نعم. وبوري المشكلة دي كلها. نعم. فدي ممكن تكون من الأعراض المتقدمة للدوالي. للدوالي. يعني ممكن تعمل تقرحات في الرجل. نعم. طبعا أنا بعد عندي سؤال عن التشخيص، بس عندنا اتصال ناخذه ويا بعض وراجعين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أم محمد من الإمارات، هلا فيك. هلا أختي. يا هلا، تفضلي. أنا أعاني من الدوالي. نعم. وايد بتألمني خصوصا لما أحمل. نعم. الحين وايد تألمني، وقبل ما أحمل رحت وقالت لي الدكتورة لازم عملية. نعم. بعدين فخفت أنا من العملية وشي، فالحين الدكتورة نصحتني بإني ألبس هاي الجوارب. بس هاي الجوارب وايد تسوي لي حكة بشكل فظيع، يعني أحك لين ما الدم يطلع من عيوني من كثر ما أقعد أحكها. تسبب لك حكة. نعم نعم. فهذه المشكلة، إن أنت حابة تسألين عن العملية وعندك مشكلة. العملية وشو أسوي يعني الحين أنا لأني حامل؟ نعم. شو أسوي؟ لأن الجوارب هاي تحكني، ما في مثلا كريمات، ما في أشياء تخف الحكة هاي. نعم نعم. ما ادري اذا دكتور حاب ممكن نتحدث في موضوع الحمل في الدوالي، في لانه مهم جدا. اكيد هذه فقرتنا اصلا. ايه. عن المراه الحامل والدوالي، وام محمد مهدت لنا الطريق. ايه. فشكرا جزيلا لك، وان شاء الله الدكاتره بيجاوبون على تساؤلك. المراه الحامل والدوالي، كنا قلنا ان السمنه او الوزن الزائد تلعب دور، والحمل ايضا يلعب دور كبير. ففي مشكله ام محمد. طيب، نحن في حقيقة علمية دارين نثبتها. شكرا محمد على السؤال ده، مهم جدا.